علاقات الحب مختلفة في كل دولة. هنيجي برضو للأحلام، الأحلام مختلفة في كل دولة. مثلا في إيطاليا مثلا الحب جنس، بسم الله الرحمن الرحيم، جنس. في بريطانيا مثلا ممكن أول يوم جنس، تاني يوم جنس. في فرنسا مثلا الموضوع مختلف شوية، أول يوم مثلا ممكن نخرج، تاني يوم جنس، تاني يوم بوسة، تالت يوم جنس. بره كده مفهوم الناس دي كده جنس. تعال بقى مثلا بص على الموضوع من وجهة نظر العرب. اول يوم مثلا ممكن يبقى ايه؟ مغازلة. تاني يوم مغازلة تاني. تالت يوم سؤال، هو انا ممكن اغازلك اصلا؟ تفكر انك انت تصاحبها، يبقى انت اختي على الطلاب التلاتة اللي انت عايزاه. يوم السبع ده مثلا اللي هو في نصه كده، في السبع ونص كده، ونص اليوم تخرج هي واصحابها البنات وانت برضو بتبقى معاهم وشبرق بقى. يوم العاشر ده بيبقى يوم مختلف، الايماجينيشن عندك كله نجاسه اصلا وخلفيتك كلها زرقاء ما يعلم بالله ربنا، جنس وهي مصفحه. يوم ال11 ده مثلا تيجي تبص هوب بس اختصبتها، رحت في ده يا معلم. هي دي القصه كلها. اول يوم انت تيجي تكلم واحده، انا ممكن ادخله ابعت لي كارت شحن ب 25 جنيه طالون بالجيب ضيق مش عارف ادخل البشاعه للبنات، اهو تحاول انك انت تجيبها سكه وهي مصفحه. في الاخر ممكن برضو تعمل اللي انت عايزه. طب ما بت الحلال من الاول. الاختلاف وده ينطبق عليه الحلم. صح، الحلم في كل دوله مختلف. قسم الاحلام جامد جدا، اللي في مصر مش بيحلم زي اللي في اليابان، اللي في السعوديه مش بيحلم زي اللي في الامارات. طب مع انه مره جنب بعض انت فاهم، انت يعني في ام ناس، في ناس بتحلل اي حل. استاذه شوكولاته، استاذه شوكولاته 22 بتقول محترمه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا شيخ. زوجي حلم فيني قبل امس حلم ويقول انه رآني وكأني لي عدو ذكري كبير جدا وقوي، وكأنه يقول لي لا تخبري احدا بذلك، اجعلي سر بيني وبينك، فما تفسير الحلم؟ جزاك الله كل خير. شيري ان شاء الله. ففي واحد وانا عداس هلمي، تعالى ده حلم. عندك ابناء او حامل وكيف كان لونه؟ الاحلام دي رايحة بينا على فين؟ تعالى خد بقى التيلة دي، انت مش عارف ان حلمت النبي وجمعني، علمت النبي وجمعني وانا راضيه. رد عليه بيرد عليه بيقول السلام عليكم شكرا ادعي لابوك. تعالى ولا انت بتكلم مين؟ بكلم حبيبتي. طب انا عايز اشوف صورها. لا يا صاحبي انت صاحبي بس هي شرفي. حب عمري نسيته وفاتني. نخسره فيك النطفه اللي جابتك. في ثواب نهار نظره ان شاء الله، ونفسي اعدي الثلاث اربع دقايق دول يا رب. بيضحكوا علينا جامد واحنا صغيرين، الله يرحمه ممدوح فرج. ممدوح فرج لازم يبان هو اللي بطل. قلع ماسك جيركن صلة تعريض، انت ايه يا هشام؟ وقع على الارض، مش متخيل الجيركن الصلة فاضي مؤذي.